طبعا يعني واضح ان فيه نوع من التعارض الظاهري ما بين حديث ابي موسى وبين حديث جابر، لان في حديث ابي موسى لما قال له ماذا فعلت؟ قال ما تركته حتى طلق اهله، قال يوشك ان يتزوج، كانه لم يكترث بطلاق الرجل لامرأته، في حين ان في حديث جابر انه لم يكترث بافراد المعاصي، إنما اكترث وهش وبش للرجل الذي طلق امرأته. طبعا لا تعارض. ليه؟ لأن أفراد المعاصي إنما يقاس ضررها بقدر مضرتها لصاحبها. في واحد الطلاق يضيع الأسرة بكاملها، وفي واحد الطلاق لا يفعل ذلك. يعني في أسر الرجل طلق المرأة، خلاص المرأة أخذت الأولاد وهي ملتزمة، أهلها ملتزمون مقتدرون على الإنفاق، وفي نفس الوقت لم ينصبوا العداء للرجل الذي طلق ابنتهم، فلا يشعر الأولاد بطلاق الأب والأم. ليه؟ في نوع من الاحترام المتبادل. في أسر محترمة ممكن نختلف لكن في احترام متبادل، وفي أسر عندها فجور في الخصومة ونوع من الكيد وعلى استعداد أن يضحوا بالأولاد. بل أنا رأيت فيما رأيت أن الرجل طلق امرأته وبعدين داخلين المباراة، الأب يأمر الأم تعكس تقول له أنت لا سلطان لك على الأولاد، أنا الحاضنة. أما الأولاد يصلوا إلى سن التخيير بعد ما يبلغوا، والمحكمة تخيرهم أبوك ولا أمك، ويروحوا لك ابقى ربهم كما شئت، لكن طول ما الأولاد عندي أنا سأربيهم كما أحب. فدخلين في مباراة، فدعيت للصلح بينهما، وفوجئت ولم طبعا يخبروني بما سيفعلون إنهم جايبين الأولاد كدروع بشرية. الأب يقول أنا أمرتها أن تفعل كذا وكذا وهي لم تمتثل، تعال يا فلان، تعال يا ولد، الولد ده سنه 10 سنوات، قل لي اللي أمك عملته وقل لي اللي أمك حكاته. الأم تقول له طيب قل للشيخ أبوك عمل إيه وأبوك قال إيه. ده بالضبط زي اللي اتخذوا الأطفال كدروع بشرية، فده في نوع من التضييع. أهو ده هذا المثال ينطبق على حديث جابر لما قال ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فقام إبليس من على الكرسي واعتنقه والتزمه وقال نعم أنت، هو ده الضياع بعينه. يبقى الأولاد صاروا زي كما نقول بلغة اليوم احتياطي استراتيجي لإبليس، عصابات الشر الموجودة في العالم هم الأولاد دول الذين فقدوا دفء الحنان، فقد الدفء الأسري بسبب الطلاق، هو ده، هم دول جنود إبليس على الأرض. يبقى حينئذ الطلاق حينئذ صار مضرة كبيرة تخدم إبليس. يبقى لما قال في حديث أبي موسى يوشك أن يتزوج، ممكن نحمل هذا على الأسر المحترمة التي لا يشعر الأولاد بطلاق الوالد من الوالدة والدنيا ماشية. وفي حديث جابر يبقى لما يكون في نوع من الكيد بين الرجل والمرأة وهكذا. يبقى إذن المسألة على حسب ضرر المعصية. لكن الشاهد في الحديث حديث جابر أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم، حديث أبي موسى إذا أصبح إبليس بث جنوده وقال من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. يبقى إذن إبليس يعمل كما قلت على إهلاك بني آدم وإدخالهم النار جميعا، وهو على